بسم الله، هنشوف مع بعض برنامج اوبن سورس ومجاني لازاي ان انت تصمم غرفتك او شقتك او شقة حد من اصحابك او جيرانك، اي حد يعني عايز تصمم له حاجة. بتيجي من هنا برنامج مثلا تقول له انا عايز اعمل الحيطان، لما تبدأ ترسم الحواف بتاعتك ولكم بالشكل دوت، هو بيكتب لي التول بتاعي قد ايه اهوت. انا برسم في التو دي وبرضو بشوف الحاجه في الثري دي، تمام. واول ما تحب حاجه مثلا عايز تحط شاور، هتسحب الشاور ده تحطه مثلا هنا اهوت. اول ما تحطه بيديك امكانيه تتعدل المساحه بتاعته اهوت. لاحظ اي حاجه بعملها بتظهر معايا في الثري دي على طول اهوت، وبرضو بتظهر هنا. ده بيقول لي الاسم قد ايه، الويتس والديبس والهاي، عايز نشوفه ولا مشوفهاش، تمام. التواليت يونت اهوت برضو بيديك نفس الاختيارات، عايز تكبر الحاجة، عايز تلف الحمام او حاجة من الحاجات ديت اهوت. وتبدأ مثلا تقوله انا عايز لايت مثلا عايز احطها ليفينج روم، اي حاجة، كرسي مثلا عايز تحطه هنا تشير، كرسي تاني عايز تحط كوفي تيبل بالشكل دوت. وكل ما بتعدل هنا بيظهر معاك في 3D على طول، وتبدأ تلف تتفرج كده على شكل المبنى يبقى عامل ازاي. حلو قوي ان الحمام يبقى كبير كده ويبقى فيه مكان تذاكر فيه في قلب الحمام يعني، تمام. عايز تحط زرع، تمام. فالبرنامج سهل وبسيط، وممكن تجيب مكتبة او تجيب اي حاجة مش موجودة عندك في قلب البرنامج تستوردها وتشتغل بيها. يعني ممكن تقول له امبورت وتبدأ تدور على موديل معين على النت في شركة من الشركات تكون هي منزلة مثلا كتالوج بالحاجات بتاعتها ببلاش، برضو تبقى حاجة كتيرة ببلاش، وهيكسب بقى لما تشتري منه المنتج نفسه، تمام.